أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أنه سيزور إسرائيل في العام المقبل، وجاء إعلان بوتين خلال لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي يزور موسكو حاليا. لم يقبل بوتين فقط دعوة ليبرمان لزيارة إسرائيل، بل وصف إسرائيل بأنها أحد أهم شركاء روسيا في الشرق الأوسط. ومن بين مظاهر هذه الشراكة بلوغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 3 مليارات دولار في العام الماضي، فضلا عن خطط وصفها رئيس الوزراء الروسي بالجيدة للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتطورة والصناعات الدقيقة والطاقة. ليبرمان أعطى هذه الشراكة بعدا جديدا بثنائه على إلغاء تأشيرة دخول البلدين العام الماضي، الذي أدى كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مضاعفة عدد السياح الروس لإسرائيل إلى 400,000 سائح. دعوة ليبرمان لبوتين تأتي في وقت يعكر التوتر صفو العلاقة بين روسيا وإيران التي لا تعترف بإسرائيل، الساعية للضغط من أجل مزيد من الصرامة في التعامل مع الملف النووي الإيراني. فالرئيس الإيراني محمود أحمدينجاد انتقد موسكو علنا بسبب تصويتها لمصلحة قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير الذي أدان موقف إيران من جهود تسوية مشكلة ملفها النووي. وسبق ذلك انتقادات إيرانية قوية لما اعتبر في طهران تلكؤا من جانب روسيا في تزويد الجيش الإيراني بصواريخ S-300. زيارة ليبرمان لموسكو جاءت بعد 3 شهور مما وصفتها تقارير إعلامية إسرائيلية لم تنفها تل أبيب بزيارة سرية قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي لموسكو في محاولة للحصول على ضمانات روسية بعدم تزويد إيران بهذه الصواريخ التي تمكنها من حماية منشآتها النووية. الدعوة الإسرائيلية لبوتين جاءت في وقت يطالب فيه بعض العرب بدور روسي أنشط إلى جانب الدور الأمريكي في عملية التسوية السلمية في المنطقة، ما يشير إلى أن الدور السياسي الروسي في المنطقة سيطرح على مائدة البحث في زيارة بوتين المقبلة لتل أبيب.